يا الله صباح الخير. اليوم العمل من شركة بلو سان ماركو الأطباق الإيطالية، طبعا هاي واجهة بنأسسها ببرايمر. ورا ما نأسسها ببرايمر رح نضربها المادة التكس ميديوم اللي هي حباية. بعد التكس ميديوم رح نضربها لون، ننطيها لون للواجهة. وأيضا بعد ما نخلص اللون رح نسوي ديكورات اللي هي خاصة شركة بلو، الديكور الرقصي. طبعا هذا المقطع الاول، وراها من نخلص بيكون مقطع نهائي. ان شاء الله بعد ما اسسنا البرايمر وايت فيكس الواجهة الاسمنت نختم الاساس ونصلح، وبعدها ننطي الحباية اللي هي التكس ميديوم. بعد التكس ميديوم نسوي الديكورات الالوان مالتها. نتابعونا مقطع اخير للختام. صباح الخير. طبعا اليوم العمل النهائي للواجهة التكس ميديوم بالديكور الروكسيدان اللي سوينا عليها قبل كم يوم فيديو شلون كانت الواجهة على السبنت. نطيناها برايمر اسسناها وصلحناها وضربناها التكس ميديوم، وبعدين نطيناها لون، وبعدين سوينا لها الديكور اللي هو الروكسيدان. طبعا هذا الاصباق لها خاصه بشركه بلو سان ماركو الاصباق الايطاليه.